السلام عليكم. اليوم جايين نصرف فلوس يا جماعة، بعرف اني من اول لحد يقول. اليوم في سكنات عجبتني، اوكي، اليوم يلي حرفيا سكنات عجبتني وناوي اشتريها فلوس الشركة. في ناس كثير ناقدين او زعلانين ليش انه مش عاجبني، مثلا انه ليش الشركة تبعت لي 20,000 بينما صار لهم شهرين عم بيبعتوا لي 40,000. طبعا الدعم بيجيني انا وبعض صناع المحتوى و قليل جدا، الدعم ما في يوصل للكل. اوكي، لا تضل تكتب لي في الكومنتات كيف ممكن احصل دعم، او هل لو فتحت قناه يوتيوب بلشت انزل كود موبايل هل راح احصل دعم؟ ما بعرف، ما اظن اساسا انك راح تحصل دعم لانه هيك نظام الشركه. تمام، خلينا ايش بالمهم، انا كان يوصلني 40,000 سي في، اليوم وصلني 20,000 مع الاسف. يعني حتى زمان اذا بتتذكر اول ما بلشوا يبعثوا لي سي في كانوا يبعثوا 20,000 سي في غير سكنات كانت توصلني، يعني كان يبعثوا سكنين اسطوريات و20,000 اللي هو 20,000 سي في. خلينا نختصر عليكم، في عندنا سكن هون، سكن للاف ار 556، هذا السكن صراحه سكن هيك كهربائي، السكن صراحه لطيف. كان في سكن بيشبهه، اتحدى واحد يتذكره، كان نازل في ايبكس ليجندز، سكن بيشبه هذا الشيء. اوكي، ما علينا، مو موضوعنا. والسكن الثاني اللي عاجبني برضه في المتجر، كلياتها بفلوس. قد موبايل ما في شيء تنزلوه ببلاش، عملات الكريدت صار عندي 600,000 عمله، يعني رجاء نزلوا شيء عليه القيمه انه نشحنه. اروح لي على صندوق الحاضرين، راح تلاقي هناك سنايبر الاس في دي، خلينا نبلش فيه سريع سريع. هذا السنايبر صراحه راح اكون مبهور جدا، ركز لي، السنايبر كانه كاميرا، تمام، كاميرا احترافيه وفي علامه ساعه وفيها توقيت. قسم بالله لو هذا السلاح بيعطيك المده اللي بتلعب فيها، يعني ببين لك انه مش عارف كيف اشرح لكم، انسوا خلاص، مكسل اشرح. اول سحبه واحد سي بي بس، يا سلام، يا بلاش واحد سي بي. اوكي، ها هسه واحد، اوكي 10 سي في، يا ترى راح يعطيني اياه سريع سريع وكم راح يكلفني؟ معي حاليا 31,500 صراحه، لو كلفني اكثر من 500 هيكون الموضوع محرج صراحه. سلاح ايبك يعني عادي. يلا، لا اوكي، سلاح سيء. باقي عندي 6 سحبات، رجاء اعطيني اياه حاليا، بلاش ندفع 80 يا حبيبي. 140، اوف 140 سحبه، عفوا 140 سي في، ما لهاش داعي يا حبيبي. 220 عفوا. اوكي، قربنا نخلصها. 300 سي بي، يا نهار اسود. تعرفين هذا السكن، عارفين هذا السكن يا اخوان، لو انه ثابت بيطلع احلى من سكنات البطوله للشركه اللي يعني بديش اغلط، بلاش يسحبوا من 20,000 سي بي. الشركه الحلوه يعني ليش ما تنزل زي هيك سكنات البطوله؟ 400 سي بي، ما بعرف، كلفني 1000 او اكثر، 400 و800، والله تصدقوا اكثر من 1000، يمكن لحق ال 1300 او 1250. عموما هاي السكن قدامنا، شوف الفخامه، شوف الفخامه تبعت هذا السكن، يا سلام. خلصنا من هذا السكن، خلينا هسه بنجربه وخلينا نخلص مره واحده، يعني بما اننا صرنا فاتحين. انا اجل تحط من اجلك، نروح هنا فاتح. اوكي، انا فاتح 4 سحبات 5 سحبات. اوكي، ايش هذا الصوت؟ احا، سامعينه؟ تبع الخرطة، والله زمان عنه. عموما راح اخلي اكيد اشتكتوا له، هو تبع الغاز. 320 سي بي، خلينا نبلش سريع سريع، بلكي حصلنا هذا السكن. يا رب السلاح، رجاء تعطيني السلاح. لا حرام عليك، لا اله الا الله، يا مسكين خايس لليكي. 800 سي بي عشان رقصة ولا ارويجي؟ طيب 1100 شخصية، وهذا باث فايندر صح؟ اصلا نجهز مال السكن. اخيرا ليس اخرا الاف ار. طب شو اسوي انا؟ باب الثاوب يا مي، خليني ساكت حبيبي. 26,000، شايفين؟ ها هذا اللي بحكي فيه 26,000 حاليا يا حبيبي. لازم نقتصد في عجلات الحظ. بالمناسبه لو رحنا على العجلات اللي هون، فانا حاليا صرت فاتح 4 سكنات من بدايه الموسم، وصار في عندي شغلتين. اول شيء هاي حصلنا عليها فقاعة اللاي، وخل نحصل هذا السلاح. ايش هو؟ البايزون؟ طلع هيتز، انا فكره بايزون. خلينا نجهز تركيبات كويسة للسلاحين هذولا، ندخل اقيام مش ضد بوتات، ندخل اقيام رانك طبيعية و برجع لكم. طيب يا اخوان، حاليا جهزت الاف ار الجيو بلاستر، هذا السكن شوف والله فخم وعليه صوت رهيب. خلينا نجربه هسه بالجيم بلاي ونشوف شو وضعه. هاي هي التركيبات تبعته، وفي كمان تركيبات للاس في دي، والاس في دي كانه شوي سيء، ما جربته لحد الان. عموما مجهز له هاي التركيبات بسكوب 4. طيب اسمع، دخلنا ماب ريد طبعا بعد بوتات اكيد، يعني ماب ريد مشكلته ايش؟ عارفين شو مشكلته؟
ما فيهوش مشاكل. لا بنصح مشكلته انه دقيقة ما في مشاكل فعلا. لا ما بكويس بس يعني مش مناسب للي مش. خلينا نلعب وانا ساكت يا اخوان. خلينا بس اعمل ميوت لهذول معي. اوكي اخوان يا عم هذا وين كاين؟ شوف شوف خباثة. ما تعصبنيش منك هزعلك خلاص يا ابني. اس بي تي تشتريهوش. سكن حلو تمام مية مية بس تشتريش السكن حلو. ايش هذا متعب حساسية حساسية شو الحساسية تعبانة الحمد لله يا عمي شو هذا الريكويل سيء الحمد لله وي يا ماما خلص الراوند احنا ايش على 8 كلات يا اخوان شي بيخزي يا اخوي طب انا جايبها فيه يا الله قديش دمجته اصلا سنايبر فاشل عدي ولا يو سولو يا ساتر يا ساتر اشتغل والله لو انه بيقو شغال بقول استعراض يعني فوق مستعراض سيء وتعبان الكاميرا مو شغاله ما بتسجل انا فكرت بيحسب لك عدد ساعات او عدد عدد ساعات اللعب بالسلاح فكرت بيعرض لك اياهم على الشاشه مثل كان بس هذا شيء باحلامي بس لذلك مستنى الجيم يخلص عشان نهرب بسرعه هيك خلص الجيم بتهيألي بيطلع ما انفتح خلينا هسه ندخل جيم ثاني نجرب في سلاح الاف ار وان شاء الله الثاني هذا ما اندم عليه يا سلام نيوكتا اوكي نيوكتا انا متامل حاليا 40 كل فاكثر اوكي مو اقل 40 فاكثر لذلك المش بشيء قويه من البدايه يا رب ما اندم والله اني عارف والله اني عارف يا الله هو انت اللي كنت غاد بغلط يلا يا مين انت ايش فيه اللي بدال شيخ زفير واحد يقول لي ولا صوت بسمع بس ما بسمعش اصوات اكبر لوزلس بالعالم ملاش اي فايدة ايش عن وجهي يلا ابعد لا شيش ولا رسبان تطلعش نضب لا بيرك اللوز لسمارة أخرى أنا جايب 16 كيل وكل اللي جايبين هم 10 كيلات يعني ثلاث أرباع الكيلات اللي جايبينها علي أنا فأنا مش فاهم هو السلاح كويس ولا لا يا عم أنت وضيع ابعد من وجهي ابعد ايوه الله لا ما شاء الله عليه انا قلت هسه بعمل له اشي بيرك هسه بسمعه صوت من جهه تانية ما عنديش اي كلام ما عنديش اي كلام احكي ما عنديش اي كلام احكي خلاص ما عنديش اي كلام ولا اي كلمه طيب كفاية لحد هنا استعراض السلاح يعني حتى استعراض ما له استعراض مميز الحمد لله على كل حال يعني هيك بكون خلصنا فيديو تبعنا اليوم الاشياء اللي مش كويسة بالفيديو لا تعملوها انا عارف في اطفال بتشاهد انا قدوة سيئة لا تتبعوني اوكي لا تفتفوا على الاعداء ولا تلعنوا حد غير لي وشكرا على المشاهدة اشوفكم على خير فيديو جاي ان شاء الله وبس كده مع السلامة